طيب، الزميل ياسر العامري ذهب لمباراة الكرخ والناصرية والتي تغلب بها الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد، نشاهد. شكرا على الأول ثلاث نقاط. مباراة دائما تكون المباراة الأولى صعبة، إن شاء الله نقدر نصحح من الأخطاء اللي صارت عندنا بالمباراة. الناصرية من الفرق اللي وصلتنا معلومات إنه فرق جيدة وتركض عندها مهارات بدنية عالية، عندها مهارات فنية عالية، بس إحنا فريقنا متهيئ ذهنيا ونفسيا وبدنيا الحمد لله وشكر. بس أكو مشكلة صغيرة لازم أعقب عليها والأندية لازم تعرفها. فريق الكرخ المشكلة ما دخل بمنافسات، بعض العالم وبعض الرياضيين يقولون بأن ما دخل منافسات رجع النهاية، بالعكس هاي سلبية كلاعبين، احنا هاي علينا سلبية. تحكيمي وارد يعني أو طبيعية إذا ما مقصودة طبعا، يعني خلي ببالك إذا ما مقصودة. بالنسبة للاعبين يعني كان الشوط الأول أدائهم يعني مو زين باعتبار أنه لاعبين شباب وتعرف الأجواء للأسف أكمل المهزلة حكم المباراة. بالأمس أمس كابتن شرار قدم اعتراض على 5 لاعبين وضعهم قانوني. عندنا استغناء لخمس لاعبين من نادي الفرات استخدمناهم فترة الانتقالات وبقوا خارج الفريق، جلبناهم بالتصفيات النهائية، اعترض عليهم واستخدم نفوذه وابعدهم. تحياتنا لجميع المتحدثين، ويعني معلومة ما أعرف ما متأكد من صحتها بس يا ريت لو نتحدث بها، فعلا يعني عضو الاتحاد يستخدم نفوذه في سبيل أن يصعد فريقه بهذه الطرق؟